موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وسفير أحمد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس النواب العراقي طالبا سيادته نقل تحياته إلى شقيقه الرئيس برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، ومؤكدا سيادته حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون مع العراق في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة الرسمية، استثمارا لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة. كما أكد السيد الرئيس استعداد مصر الكامل لنقل خبرة تجربتها التنموية إلى العراق الشقيق لمساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها من أجل بلوغ الهدف الاستراتيجي لاستقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي. كما شدد السيد الرئيس على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية القادمة في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية، فضلا عن رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية. من جانبه نقل السيد محمد الحلبوسي إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه الرئيس برهم صالح والسيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا اعتزاز بلاده بالزيارات المتعاقبة للسيد الرئيس للعراق، الأمر الذي رسخ من عمق العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، مثمنا دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق ومساهمتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في إطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية وكذلك على الصعيد الإقليمي مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة. شهد الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربية عددا من الأنشطة التدريبية بإحدى القواعد الجوية والتي تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في تدريبات النجم الساطع 2021. المزيد في سياق التقرير التالي. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية والتي تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في تدريبات النجم الساطع 2021. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والاطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد في حضور كافة العناصر المشاركة بالتدريب من مختلف القواعد الجوية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، كذلك مراحل تلقين ما قبل الطيران لتنفيذ عدد من المهام الجوية المشتركة للعناصر المشاركة بالتدريب، وقام بتكريم عدد من المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء المهام المكلفين بها،
كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة في تدريبات النجم الساطع 2021 من القواعد الجوية المختلفة لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوي. أظهرت الكفاءة القتالية العالية والتنسيق والتفاهم الجيد بين القوات والقدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة متناهية. ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، كما أشاد بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية والثقة بالنفس التي يتمتع بها عناصر القوات الجوية لكافة الدول المشاركة بالتدريب. حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. وهنأت القوات المسلحة عقيد دكتور مهندس محمد عبدو أبو ستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينج. وكتب المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ على صفحته الرسمية إن القوات المسلحة تهنئ ابنها وابن مصر البار عقيد دكتور مهندس محمد عبدو أبو ستيت لفوزه ببطولة العالم للمحترفين في الكيك بوكسينج وحصوله على الميدالية الذهبية وحزام بطل العالم. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 498 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 531 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 13 حالة جديدة. يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لتقديم كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد. وكان البرتغالي كارلوس كيروش قد وصل صباح أمس لمطار القاهرة الدولية قادما من موزمبيق عبر الإمارات لبدء مهمته رسميا مع الفراعنة. كما طلب المدير الفني الجديد من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 30 من سبتمبر الجاري استعدادا لمباراتي ليبيا يومي 9 و12 من اكتوبر المقبل في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، الى جانب خوض ودية امام احد المنتخبات الافريقية.